ونتابع يوميات ثورة ومن الأرض. انضم إلينا بالاستوديو، سنتحدث في أكثر من قضية، يعني قضية مطالب أو حقوق لسواء حراس الأحراج، ومعنا السيد علي شكر. مساء الخير. يعني حراس الأحراج أشهر قصة صارت آخر فترة، وأيضا يوسف السكر، أنتم ناجحين بالجمارك؟ مش ناجحين، ما صدرت النتيجة. وأيضا معنا السيدة لينا فارس، رئيسة لجنة تحكيم أساتذة التعليم الثانوي. أهلا وسهلا. ناجحين بمباراة مجلس الخدمة المدنية. أنتم كمان نجحتوا، خليني أبلش معك، ما زال فتحنا هذا الموضوع. أنتم نجحتوا بمجلس الخدمة المدنية. نحن طلعت نتيجتنا بال 2015، أخذوا جزء منا على أساس أيام الوزير أبو صعب. كان في 2174 أستاذ التحقوا بكلية التربية، وبقي فائض عدد أساتذة 1560 أستاذ بقيوا فائض بأساتذة التعليم الثانوي. هذا الفائض اشتغلنا عليه فترة طويلة، عملنا قانون قدمناه لمجلس النواب، صوت عليه بمجلس النواب 65 صوت، ووصل لعند رئيس الجمهورية بال 2017. انرد من عند رئيس الجمهورية، رجع على بسبب التوازن الطائفي. كان في كتير معارضة على الحق الأساتذة الفائض، مع أنه نحن عنا حاجات كتير، يعني في حاجات بالمدارس، لإلنا ممكن كلنا نروح داخل هيدا بالمدارس. اكيد لو ما في حاجه ما كان عملت المباراه، يعني بالمدنيه لا بتنعمل المباراه على اساس ياخذوا حاجتها، بس نحن اعلنوا عنا بال 2011. اوكي. بال 2011 اعلنوا عنا، بلشت الطلبات تتقدم بال 2013. استقال، مش استقال، طلع رئيس مجلس الخدمه المدنيه على التقاعد. بقينا ل 2015 لحتى نحن بلشنا بالامتحانات، وطلعت النتائج 16 و 15 و 16. خليني وين رجع، يعني رجعت وين وصلت القضيه هلا؟ وصلت القضيه وقت اللي انردت من عند رئيس الجمهوريه، رجعت على مجلس النواب، انحطت اكثر من 10 مرات على جدول الاعمال بمجلس النواب، وكان في رفض بانه يتصوت عليه. نحن بحاجه ل 65 صوت، لانه وقت اللي بيرجع القانون من عند رئيس الجمهوريه لازم صحيح يكون 65 صوت يتوافق عليه بمجلس. صحيح. كل ما يوصلوا لعند القانون ما يتصوت، ما ينعرض، بس يوصلوا للرقم اللي قبله ويوقفوا الجلسة. في مرة وصلوا لعند قانوننا وصار في خلاف بمجلس النواب، فضلوا الجلسة، والرئيس بري وقتها رجعت الرئيس بري وقتها؟ ايه طبعا، وقتها عطى حفظ حق لجميع الناجحين. انحفظ حقنا، بس نحن بعد مش عارفين هلا رجع على خمس سنين، يعني لازم هالحق من 2015 طبعا ل 2020، خمس سنين حفظ الحق تقريبا. نحن بالفائض ال 2016 في 1560 استاذ، وفي معنا فائض ال 2008 1000، يعني 1600 او 1560 استاذ. بتقولي هو رح تتثبتوا ولا بدلكم كيف بتصير؟ لا نحن اذا توافق على القانون بنتثبت، بس اذا ما في قانون، اذا وافقوا على القانون تتثبتوا بالتعليم بالملاك. اكيد ملاك التعليم. اكيد رح كفي معك بهيدي النقطه. خليني بلش كمان مع حراس الاحراج علي شكر. علي، كمان قصتكم قصه التوازن الطائفي اللي صحيح اعتبرت وجرى رفضها ايضا من قبل فريق سياسي اللي هو التيار الوطني. 100%. طيب انتم كنتوا بخلال هذه الانتفاضه عم بتراجعوا، وبتذكر انه رجع صار في لقاء مع رئيس الجمهوريه، صح ولا صح؟ من بعدها وعدكم الوزير سليم جريصاتي، شفتوه؟ 100%. شو وعدكم وقتها؟ لانه او اذا بدك اشرح لنا يعني بشكل سريع عن حراس الاحراج للناس اللي مش ما بتعرف، مش متابع الموضوع. صحيح. نحن حراس الاحراج حسب الحاجه كالعاده اعلنت الوزاره عن حاجتها ل 164 حارس احراج. نلفت الموضوع لشغله، حراس الاحراج هي نوع من الضابطة العدلية اللي بتراقب وبحق لها تصدر مخالفات بحق أي شخص بيتعدى على السروات الحرجية. كنا نعتبرها ضابطة بيئية نوعاً ما، كونها هي ضابطة عدلية كون في اتصال مع المدعي العام بيكون، بس أنه نوعاً ما هي مراقب بيئي، يعني 100% مراقب بيئي على الأحراج وعلى الصيد، على الصيد البري والصيد البحري. أوكي. نحن كانت الإعلان الوظيفة بده 164 شخص، قدم للوظيفة فوق بحدود 2000 شخص بعد فحص الرياضه والفحص الصحه والى اخره، نجح من اصل عفوا كان بده 145 شخص. أوكي. نجح فقط 106، يعني احنا الناجحين اقل من العدد اللي كان مطلوب. بالرغم انه لمديريه الثروات الحرجيه بوزاره الزراعه
في عندك شهور ما يفوق ال 200 شخص. يعني عندك مثلا مثل منطقه مثل عكار فيها مركز احراج ما في ولا عنصر. ما في ولا عنصر. بتنجي مراكز ثانيه لازم يكون هي فيها 8 عناصر فيها عنصرين، بتكون على 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 محافظه كامله او على قضاء معين. ف الشغل اللازم ينعمل من قبل وزاره الزراعه بخصوص حمايه الثروات الحرجيه والسمكيه اكيد والصيد ما عم يتطبق بسبب النقص. عملتوا امتحان خطي؟ عملنا امتحان خطي وامتحان خطي وامتحان رياضه وامتحان صحه. يعني اللي باقي 106 اشخاص، 106 اشخاص هدول اللي يفترض انه خلص يلتحقوا يبلشوا. خليني رح كفي معك وين صارت كمان هذه القضيه، بس خليني اشوف كمان يوسف سكر خفراء. نعم. الجمارك، انتم الفرق انه ما طلعت النتيجه. نحن صدر الاستاذ بدري ظاهر لحاله لانه رفضت من المجلس الاعلى، ما صار عليها اتفاق او يمكن لانه بده اياها على الكفاءه. اليوم شفنا الوزير جبران باسيل عم بيقول نحن صدرناها على الكفاءه ويمكن قبل ما تحمل المسؤوليه. انتم اي سنه صارت نحن بال 2014 عملتوا المباراه المباريات وكان في نقص بالجمارك بوقتها 50%، شرحها العميد اسعد فايلي باحدى البرامج التلفزيونيه. اليوم يمكن عم تحكي بنقص 80% وشفنا ريبورتاجات البورات المرافق. ليش وقتها ما صارت؟ الوقت ما صارت لتعين رئيس مجلس اعلى، مجلس اعلى مكتملا ومدير عام جديد هو الاستاذ بدري ظاهر. اليوم اجى الاستاذ بدري ظاهر، يعني شو بدي اقول لك استاذ رامز، نحن صار لنا 3 سنين نتظاهر تحت مكتبه. صحيح. منترجى نمنا 8 ايام يجي. صح. مثل مراد عالم دار جاي علينا ينزلوا المرافقه، نحن مش نازلين لا نقتله لا نتهجم عليه، نازلين نطلب بحقوقنا. هو فوت ابنه على المدرسه الحربيه، انا بتلفزيون الاو تي في يلي هو اللي مطلع له نتيجهم هيك ليلغي هاي الدوره، انا بتلفزيون الاو تي في قال لي انه انا ما بدي ما مش على ايامي هاي الدوره وماني مجبور اخذكم. فاجا صدر الاسماء دون موافقه المجلس الاعلى، وهو يمكن حتى الي كمان بيكرهني يمكن لانه بقول عن العميد اسعد فايلي انه بحترمه او اعلى منه. انت اليوم استاذ بدري مدير عام مش يمكن سوري بهالكلمه مش شخصي معه، يعني انت اليوم مع صاحب حق. انا اليوم جايب مثلا 11.63 الي ما بده اياني، عم يستبعدني. بس كيف عرفت النتيجه؟ هل كان لازم هو صدر النتائج كل العالم صدرت حتى النتائج. طلع وزير المال باحدى كمان البرامج التلفزيونيه قال هاي نتائج غير قانونيه، ما في شيء صدر بالجمارك. اليوم المجلس الاعلى عم يطلب بشيء قانوني. اليوم العميد اسعد فايلي بيقول لي انا زلمي بخاف الله، مش الناجح بدي سقطه والسائط بده ينجح. يعني انا اليوم مثل انا جايب 11.63، تخيل فقد احد الشروط وواحد جايب زيرو، لا الله يبين الحق استاذ رامز نجح. ثاني يوم بيطلع بيقول لنا هن من الناس اللي لا هلا هو صدرها بس وزير المال ما وافق له عليها والمجلس ما وافق عليها. يعني اليوم المجلس لغيها. هلا في اليوم احد الشباب يمكن في حدا على تويتر بعث لي قلت لك انه قال انه متشبث برايه. هو طلع مع استاذ مارسيل غانم وقال له كان وزير المال بالحلقه وقال له يا ابني ما في شيء صدر وما في وهي النتائج غير قانونيه وغير معلنه. وانا من الناس اللي طلعوا على قصر بعبده وقالوا لي النتائج ما بتصدر على اصدقاء المديريه العامه للجمارك. انا نحن هن يمكن اللي طلع لهم اسمائهم الاستاذ بدري فاتوا يمكن عند الوزير جريساتي او احد المسؤولين جوا. قديش طلع عدد؟ نحن 853. نحن فتنا عند عائد بالجيش يمكن بتحفظ على اسمه يمكن هو ما بيقبل. قال انه استاذ بدري ما لنا نتائج قانونيه هاي ولا مدير عام بيقدر يفتح حسابه، يعني حط اصدقاء المديريه العامه للجمارك ويبلش ينزل. اليوم انت في بروجرام قانوني للجمارك هو اللي بيصدره المجلس الاعلى وشرحه وزير المال باحدى البرامج التلفزيونيه. واليوم في اهم شيء استاذ رامز ضوي على الشغله ورقه اللجنه الفاحصه، هن الضباط بيجتمعوا وبيقروا الاسماء على العلامات وبالكفاءه ومن 1 ل 853 بالنص مسلمين ومسيحيين. اليوم هاي الورقه منا موجوده. بيروحوا الشباب عند الاستاذ بدي ظاهر يلي هو ما بنيته. انا هلا عم بحكيها بكل جرأة وبوضوح، هيدا الزلمه ما بنيته ياخذنا وما بنيته يوظفنا، لانه لو بنيته 1% مثل ما امن ابنه بالحربيه كان رضخ. وانا طلعت كذا حلقه وقلت له يا استاذ بدري انت المدير العام والجره الكبيره تحمل الجره الصغيره. اليوم المجلس الاعلى عم يطلب هيدي الورقه يلي هو بحق له يطلع عليها
حسب الكفاءه اذا اللجنه هل 8 ضباط او 6 ضباط ما بعرف بالتحديد ماضيين على هالاسماء. اليوم هو بيروح لعنده الشباب بيقول لهم انا اعلى من اسعد طفيلي ما فيني ابعث له. هي اليوم هي مثل ما رجعنا قلنا منه مدير جاردري، هو مدير عام موقف مستقبل 853 شاب، منه الله استغفر الله العظيم ليوقفنا، وهذا الانسان لازم يتحاسب لانه موقفنا. انا هي عم بقول لو ماني خايف من حدا اليوم عم بتقول انه برد مدير عام الجمارك بدري ظاهر انه انا ما فيني وقع عليها او ما فيني اطلع النتائج لانه ما صارت هيدي المسابقه على وقتها. هل كان يفترض المدير العام السابق هو يوقع او يصدر اليوم بايام الاستاذ يعني اليوم في اليوم مين شفيق مرعي كان بايام الاستاذ شفيق مرعي المجلس الاعلى كان فائد العضو السني فهني بالاجماع مكتملا بده العضو السني واليوم بعده حتى الوزير جبران باسيل بيقول لك انه الرئيس سعد الحريري موقفه. لا هو المجلس الاعلى اللي موقفه ومنه العميد اسعد فايلي لحاله، الست جراسيا والسيد هاني. انا طلعت قصدا لوضح هذا الشيء يعني حتى المجلس الاعلى مكتمله ثلاثتهم مضوا على الغاء هالنتائج يلي صدرها الاستاذ بدري يلي هي منا قانونيه عن لسان وزير المال. يعني اليوم نتمنى حتى بنطلب من وزير المال رح اترك لك اخر شيء بارت كمان تقول لي يعني توصل رسالتك او مين يعني مين عند مين اليوم حقكم اللي بتقدروا تاخذوه. خليني بس كمان ارجع لك استاذ لينا، اليوم انتم مين عن مين حقكم؟ مين اليوم رح يفصل بهذه القضيه؟ نحن قضيتنا واقفه بلجنه التربيه مجلس بلجنه التربيه لانه تحول قانوننا من مجلس النواب. هلا رجع على لجنه التربيه درسوه؟ اكيد هو ما بس اذا رحلوه على الهيئه العامه وقلت لي وصل لمره على التصويت صح ليش كانوا موافقين عليه رجع على لجنه التربيه لانه ما في موافقه بسبب التوازن الطائفي. أوكي. ففضل الرئيس بري انه يرجع يحيله على لجنه التربيه لحتى ما يتصوت عليه ويسقط. فهذه كانت لفتي من الرئيس بري لحتى يكون محافظ على القانون. هذا نحن انا بس بدي اكد على الحاجات انه نحن حاجه وقت اللي بدنا نحكي من 5 سنين كل سنه بيطلع اساتذه متقاعدين من التعليم الثانوي 400 استاذ. هودي ال 400 على مده 5 سنين بيطلعوا 2000 استاذ، يعني اذا حسبنا بس المتقاعدين بدون الحاجات اللي كانت على دراسه الوزير ابو صعب اللي كان في حوالي 900 استاذ كمان ما كان في لهم اختصاصات داخل الناجحين بنحكي فوق ال 2000 استاذ. ونحن الفائض اذا حسبنا ال 2016 مع ال 2008 بيطلعوا 2000 استاذ. عندنا 1560 استاذ 2016 وفي بحدود ال 350 2008. فهيدي بالنسبه للاعداد. اما اذا حكينا عن الحاجات وين هي حاجاتنا، حاجاتنا بالتعليم الثانوي صار في زياده بعدد المدارس، صار في زياده بالشعب، في زياده بعدد الطلاب اللي عم بيحاولوا من المدارس الخاصه للمدارس الرسميه. في عندنا بوزاره التربيه اذا بتلاقي كلهم متعاقدين بوزاره التربيه عدد الموظفين في تعاقد كثير. كله هودي نحن بنقدر نغطي. في عندنا كمان موضوع الانتداب، في حوالي 1500 استاذ منتدب من التعليم الاساسي على التعليم الثانوي. هودي كمان مشكله كبيره بالنسبه للاستاذ الثانوي. وقت اللي بيكون استاذ تعليم اساسي بيطلعوه كرمال يعمل ناظر او مكتب او بالمكتبات او اي وظيفه بالاداره بيكون عم بيحل محل استاذ تعليم ثانوي. وهذا حق من حقوق اساتذه التعليم الثانوي اللي نجحوا امتحانات مجلس خدمه مدنيه بالكفاءه. واذا المعيار هو الكفاءه يعني هو مفروض يعني حكما لازم كانوا ياخذوا حكم يعني مجلس خدمه مدنيه يكون الكفاءه وال المشهد نفسه عم مش المساله الطائفيه. خليني بس كمان بعد بدي اعطي حق ل يعني بوقت بالحكي كمان لسيد علي شكر تفضل. استاذ رامز هي الفكره اذا بتراجع كل الوظائف اللي واقفه في العقليه اللي سايده بهيدي التعاقدات كله سوا. بنحكي مثل انا وظيفتنا نحن حراس احراج ما فيها ولا اي ريب ولا اي مشكله، نظاميه نظيفه ما فيها زياده ما فيها ولا اي مشكله، واقفه من وراء العقليه الطائفيه. نحن اذا بنلاحظ شغله العالم اذا بنحكي من وحي الثوره العالم فئه رابعه مصر. فئه رابعه ركبه ثانيه على اي أكيد. توازن العالم نزلت على الشارع شو عم بتطالب؟ عم بتطالب بالوظائف، الوظائف ضمن العداله الاجتماعيه. لما العالم نزلت ليش نزلت؟ عم تطالب بحق. انتوا كنتوا مع الناس؟ انا احد الاشخاص اللي كنت. اوكي. ف انا احد ليش نزلت؟ نزلت لانه انا لي حق ومهدور. هي اسباب الثوره. بغض النظر عن كل الطوائف، عن كل العقل الطائفي اللي راكب هالبلد بالزعماء اللي حاكمين فيه. العالم ليش نزلت؟ نزلت لانه قرفت المحاصصه، قرفت المحسوبيات، قرفت بوست ايدك لتوظفني ابني. انا خيي نجحت الي حق. هلا بنشوفه عم يتقاتلوا على الحصص بالحكومه اللي ما حتركب.
لانه بهيدي الذهنيه اذا ما اخذت يعني انت اليوم للقانون انصفك اليوم خلصت يعني انتم لكم قديش يعني اكثر خمسه اذا اليوم اخذنا حفظ حق حفظ الحق شو يعني؟ شو يعني؟ حفظ حق بمجلس النواب باحد الجلسات يعني بضلوا الناس حي لو شو ما يعني بس بدهم ياخذوا حراس احراج مضطرين ياخذوا ما فيهم يفتحوا دوره بدون طيب يفتحوا مباراه يعني وبلكي اخذت لها 10 سنين بعد لو بعد 10 سنين حياخذونا ايه عرفت انت بدك ضلك متامل تنطر هيدا الوظيفه استاذ رامز راجع هالوقت ما عم تشتغلوا ما عم تعملوا انا شخصيا عم بشتغل في كثير عالم عاطله عن العمل استاذ رامز مش عم بالغ معك راجع كل سفرات العالم بتلاقي اسمي مقدم بيناتها كل سفرات العالم كل سفرات اوروبا وامريكا وكندا رجعها كلها بتلاقي اسمي اول طلب مقدم للاسف يعني فقدت الامل ب طب استاذ رامز نحن بغض النظر اذا حديث هلا اذا انا بعدني عم انا شخصيا حاليا ما عم بزل على الثوره انا نزلت اول فتره معينه لانه كنت مآمن هلا حاليا شخصيا ماني كثير مآمن بالشيء اللي عم بيصير على الثوره مش لما مآمن بمطالب الثوره ماني مآمن بالتغيير بطريقه التعاطي بإليت الثوره بالتغيير لانه رجعنا شفنا المحاصصه عم تركب وما حدا عم يغير بس اذا بدك تياس بسرعه في حدا بده يقول لك انا كنت فضل. انت متامل بالوظيفه قلت لي مستعد تنطر قلت لك 10 سنين ما بتنزل بعد شهرين انا كنت بفضل كيف كانت اول جمعه الثوره كيف كانت ماشي بزخمه بكل لبنان هذا الشيء بيغير اذا انت طلعت واللي مثلك قال هيك بوين الزخمه ممكن معك حق الفكره استاذنا لنحكي نحن بالموضوع شكله راجع على الثوره ما لك كفي بهذا الشيء مطلبيه يعني اذا انت ومثلك ويوسف ولينا وكل الناس كفت تنزل تقول خيي شو بدي انا يعني مش هي تفصل ما حدا اليوم بيختصر بالشارع كفوا بحقوق انتوا اكثر ناس اليوم متضررين من النظام الطائفي اللي هو حتى ما بيصير له هي الفكره يعني. وين الفكره كيف صارت فضل. الفكره انه في نهج معين كان ماشي هلا نحن اذا بنرجع نحكي موضوع الوظائف اوكي نحن شخص اللي معطل هو على معروف الوزير جبران باسيل تمام خليني بس يوسف كمان كلمه اخيره لإلك لانه معي الفيديو وقت نحن نمنا 8 ايام هاي ثوره كنا عم نغطيكم تابع اصلا قبل الانتفاضه حتى كنت عم تنزل يمكن زميلتكم جوال الحاج موسى اليوم استاذ نحن بنوصل له فكره بس للاستاذ بدي ظاهر ولكل المقدمين كل شيء وفي العميد اسعد طفيلي بالجمارك ما حيصح الا صحيح لو شو ما يعملوا وشو ما يقولوا واللي عم بيقول انا عم حافظ على حصه المسيحيه خيي نحن مسيحي ضدك حصه مين عم تحافظ عليها انا مسيحي ما بنتسب لك لا لك ولا لغيرك انت بدك تحافظلي على حصتي انت عم تخليني سافر من هذا البلد انت حصتك لحال روح انت مسيحيتك قد ايه ناجح 100 خد 50 لك ما تتدخل انت لو العكس يعني كانت بالبيت انت لو منك مقدم انت اليوم هذا الشعار ما بيغريك انه اليوم او بي 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 بخاطب عقلك مثلا انه عم بحافظ على حقوق المسيحيين ما حدا عم بحافظ على حقوق المسيحيين حقوقهم الهم كيف حقوقهم الهم اوكي اللي هن بس عم بيوصفوا المقربين الهم واللي عم يستفيدوا منهم هيدا مش حقوق مسيحيه شكرا لك يوسف انا رح اعطيك كلمه بعد قال انا بدي احكي مع سيد معك وصلك نحن كان الاستاذ جبران باسيل معكم امبارح وحكي بموضوع انه هو عم بيتبع معيارين بالتوظيف كفاءة طائفية طيب وعطى مثل انه وزارة الخارجية مش مزبوط حكيه وزارة الخارجية اذا هو اعتبر معيارين الكفاءة والطائفية اللي هو هيك قالها طيب خليه وزارة خلص. الخارجية نجح بحدود يا 23 يا 24 شخص اللي هن رتبة فئة ثانية فيهم 17 مسيحي كيف انت حفظت على الطائفية بس هون بدي حمل بعد مسؤولية ولوم على كونه هيدا المنطق الطائفي صار عم يحكي فيه الوزير جبران باسيل إيه؟ نحن منطالب الأشخاص من الطائفة الثانية يبطل يحكوا بالمناطق بس هيدا بعزز طائفية يعني مع إنسان مثل جبران مع إنسان مثل جبران باسيل بلبنان أنا برأيي أنا برأيي كان مرسوم الخارجية ما كان لازم يمضى من وزير المال من رئيس الحكومة بس أنت إذا عم بتطالب خطأ يبرر بخطأ لو تنتفض قضيتك يعني بس كلمة أخيرة بس ليش 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 المنطق بده يمشي عليك ما هي نحن شو بقول الظلم على السوية ننظلم كلنا سوا بس ما في أنا أنظلم وغيري يتاخد عم تفهم شو قصدي بس ما بتعرف انت ليش انا ضدك بهذا الراي اللي عمل لك انه انت كفي بطالب بحقك بهذا ورفض الطائفيه لانه المنطق اللي اجى عليه الوزير جبران باسيل هلا سواء معه ولا ضد اجى هو من منطق لانه كل العالم عم ياخذوا حقوقهم طائفيا انا بدي حقي بس انضم لهذا لهيدي اللعبه اللي كانت موجوده من بعد الطائف لليوم كمان غرقوا فيها فاذا انت اليوم المسيحية. بتفوت بتطالب بهاي المساله صار خطا يبرر طيب خطا قلنا 3 سنين خليني بس اول شيء اللي عم بيقول كفاءه مش اللي جايب زيرو بينجح بتاني يوم بيقولوا سقط سهوا هي طلعت بالجمارك الاستاذ بدي ظهر وقت صدر نتائج لله يبين لنا حقنا نجح واحد اخذ زيرو
ام ثاني يوم قال سقط سهوان على الكمبيوتر، ما في شيء اسمه سقط سهوان. ونحن عم نقول حصه المسيحيه، بس ميت البطرقس فاير ماتت حصه المسيحيه. انت بدك حدا يرعى لك حقوق المسيحيه ولا كمواطن انت؟ انا كمواطن انا عم اقول مش اليوم يمكن البطرقس فاير كان يراعي كل المسيحيه تصير، يعني اذا بدك كمواطن رامز. حقك ولا حقك كمسيحي انت؟ استاذ رامز نحن اذا عم بيقولوا حقوق المسيحيه كان ينصف بين المسيحيه اجمعين مش لفئه واحده. تمام شكرا لك ست لينا، بترك كمان الكلمه الاخيره لك. عندي كمان تعليق على السؤال اللي سالته لحضرته، اذا تاخر التعيين مده 10 سنين شو رح تعمل؟ مش المشكله بس انه يتاخر لانه في عنده 10 سنين ما عم يشتغل فيهم، في اساتذه بيكونوا قطعوا ال 10 سنين مضى عليهم ال 44 سنه ببطل بيطلع لهم معاش تقاعد، هيدي كمان مشكله كبيره انه حتى لو توظفوا وتثبتوا حيوصلوا لمكان معين انه ما عندهم معاش تقاعد. عندي كمان انه الفئه نحن فئه ثالثه، هي الفئه الثالثه ما بينطبق عليها ما بتشمل التوازن الطائفي، ونحن كمجموعه فائض نحن في جزء كبير منا متعاقدين، يعني ما منشكل عبء على خزينة الدولة، في جزء كبير عم يقبض معاش تعاقد، ما بضيف يعني على يعني بضيف شيء بسيط بس مش شيء كبير لأنه نحن عم نقبض من وزارة التربية. إن شاء الله يعني على أمل إنه توصلكم حقوقكم وبكرة يكون أحسن. أنا بدي أختم معكم يعني على هذا على الأمل بأنه تاخذوا حقوقكم على أمل ضئيل إن شاء الله، يعني لولا الأمل الواحد لو كمان ما فسحة الأمل ما بيتمسك مثل عم بيقول كان هيدا واجباتنا دائما عم توصل الصوت وصوت المحرومين مثل ما رح نبقى نوصل هذا الصوت لانه هذا الصوت المحق. شكرا لكم ست لينا، شكرا ليال. وصلنا كمان لختام هذه الحلقه من يوميات ثوره، بداناها على الشمعه وختمناها على يعني على امل على الرغم من هذه يعني المطالبات والمناشدات والظلم اللي لاحق. يعني هون بيقدر واحد يقول بضمير مرتاح انه هذا ظلم، لما انت ما بتاخذي حراس احراج وانت عايزتيهم بس لتوازن طائفي، يمكن ما حدا عنده من الميل الثاني رغبه او ما قدم يعني، فبتمنعي عليه حقه لعلي وليوسف وللينا بس لانه حدا ثاني يقدم، يعني هذا الشيء اكيد مشكله موحده بيناتهم كلهم يعني. ظلم. شكرا لكم.